فعاليات وهيئة الترفيه تستقطب 120 مليون زائر للسعودية، ومطار دبي يتعامل مع 82 مليون حقيبة سفر في عام. أخبار السفر والترحال من نشرة علفين، أهلا بكم. وزارة الداخلية الأردنية تطلق مشروع التأشيرة الإلكترونية بهدف تسهيل إجراءات دخول المسافرين إلى المملكة عبر المراكز الحدودية، ويمكن المشروع المسافرين من الحصول على التأشيرة ودفع رسومها إلكترونياً قبل القدوم للأردن، مع الإبقاء على خيار الحصول على التأشيرة عند الوصول للمراكز الحدودية. صحيفة إكسبريس البريطانية تكشف عن أطعمة لا ينصح بتناولها عند السفر في الطائرة لضمان رحلة مريحة، على رأسها المقال والمشروبات الحمضية. وشرح خبراء السفر في الصحيفة أن هذه الأطعمة تؤدي إلى الدوخة والغثيان أثناء السفر في ظل الضغط الذي يتعرض له الجسم على متن الطائرة. الحكومة المغربية تعتزم إنفاق 580 مليون دولار أمريكي حتى عام 2026 لتطوير قطاع السياحة، وتستهدف المغرب جذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، ارتفاعاً من 11 مليوناً العام الماضي. وذكرت الحكومة أن الخطة الجديدة ستساعد في خلق 200 ألف فرصة عمل جديدة وتطوير وبناء فنادق جديدة أيضاً. دبي تشهد إطلاق مشروع سيل الذي يضم أعلى فندق في العالم بارتفاع 365 متراً، ويتشكل الأعجوب الهندسي من 82 طابقاً، ويتوقع افتتاحه رسمياً في 2024. الرئيس التنفيذي لشركة The First Group المنفذة للمشروع قال: نحن متحمسون للغاية من أجل إضافة سيل ليكون مبناً هندسياً جديد يضفي إلى أفق دبي المتميزة. ونبقى مع أخبار دبي، إذ أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن شركة داناتا المزود العالمي العامل لخدمات الطيران والسفر تعاملت مع أكثر من 82 مليون حقيبة العام الماضي في مطار المدينة الإماراتية. وتعاملت فرق الشركة مع أمتعة أكثر من 100 ناقلة وملايين الركاب الذين يسافرون إلى 253 وجهة انطلاقاً من مطار دبي الدولي وعبره. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ يقول أن الفعاليات الترفيهية التي أقامتها الهيئة منذ عام 2019 حتى الربع الأول من العام الحالي استقبلت رقماً قياسياً من الزوار تجاوز 120 مليون. وقال آل الشيخ في بيان نشرته الهيئة إن الأخيرة نظمت أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، كما أصدرت 11,136 ترخيصاً لمختلف الأنشطة الترفيهية، بجانب ترخيص 470 وجهة ترفيهية في أكثر من 42 مدينة ومحافظة في المملكة. وبين أن الفعاليات بلغت خلال الفترة المذكورة 8,732 لافتاً، إلى أن عدد أيام الفعاليات بلغ أكثر من 76 ألف يوم، شملت أكثر من 1,381 حفلة غنائية. هذه الأخبار وغيرها تجدونها في علفين.